السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي عالم نادية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، والفيديو ديالي يلقاكم ان شاء الله باحسن الاحوال. اليوم جيت غادي نشارك معكم عيد ميلاد الاول ديال البنوتة ديال اختي ملاك اللي صوبنا كل شيء في الدار، وفي هذا الفيديو غادي نوريكم ان شاء الله كيفاش نصاوبوا المغنوم والبوكيك اللي حضراتهم اختي بطريقة سهلة ومقادير بساط، وفي نفس الوقت اقتصاديين بالنسبة للثمن اللي كيتباعوا على برا كيتراوح ما بين 12 حتى 15 درهم الواحد. بسم الله. غادي نحتاجو في المقادير، غادي نحتاجو الكيك عادي. هنا هاد الكيك صوباتو اختي بالشكلاط، وانتوما ديروا النكهة اللي بغيتو، ديروا اللي عجبكم. وغادي نحتاجو الكيك جاهز اللي كيتشرى واجد، هذا شريته من بيم، حتى هو ديال الشكلاط، هذا هو لومباراج ديالو. وغادي نحتاجو هاد الطويصه ديال الشكلاط، كيف يمكن لكم ديروا اي شكلاط عندكم في الدار ديال الدهن. وغادي نحتاجو بالنسبه للتزيين عندنا شكلاط غوز والعقيق في الغوز وملون غوز. غادي نحتاجو الشوكولات غالا، هذا ابيض، وغادي نحتاجو نيسلي كراميل. وغير باش تعرفوا البنات، هاد الكيك اللي صوبات اختي في الدار درتو ناقص من الحلاوه بزاف، بحساب نيسلي كيكون حلو باش منين نخلطوا داكشي ما يجيوش البوب كيك والماغنوم يجيو حلوين بزاف. وفي الاخر غادي نحتاجو شويه ديال الكوك اللي غادي نضيفوه للعجينه ديال البوب كيك باش المذاق يجينا شويه مختلف. وبطبيعه الحال غادي نحتاجو المول ديال الماغنوم باش يجيونا في قياس واحد والمنظر ديالهم يجينا جميل. غادي نديرو لهم هاد العويدات. وبالنسبه للبوب كيك غادي نديروا ليهم هاد المعلقات باش نبدلو شويه الشكل. هنا الكيك البنات غادي نقسموه على زوج، الخليط الاول ديال الماغنوم غادي يكون اكثر من ديال البوب كيك، وغادي تخدموا مزيان حتى يتفتت داك الكيك كامل مزيان. الا بغيتوا البنات ما تخدموش بيديكم تقدروا ديروه في الميكسور. وهنا البنات من بعد ما تفتت داك الكيك مزيان غادي تضيف ليه نيسلي. هنا راه 3 المعالق كبار كانوا كافيين باش يجمعوا هاد العجين. وهاد العجين كما كتخدموها مزيان كل ما كتعلق وكتسهل انكم تشكلوها وما كتفتتش من بعد. غادي ناخذ المول ديال الماغنوم. هنا البنات يمكن لكم تدهنوه بالشوكولا عاد ديروا فيه دوك الكويرات ديال العجين، كيف يمكن لكم غير تخليوه هكذاك، لان حنا في الاخر غادي نغمسوهم في الشوكولات، يعني غادي تكون غير خدمه معوده. هاد الطريقه راها سهله، كنشكلو كويرات وكنحطوهم في المول وكنضغطو كندخلو داك العويد وكنضغطو عليه من الفوق باش ما يخرجش لينا لتحت ويشد بلاصتو. كيف يمكن لكم ديروا طريقه سهله، ان ديك الكويره اللي غادي ديروا في المول كتقسموها على زوج، كديروا النص من التحت وكتحطوا العود فوق داك النص وكتضغطوا عليه حتى كيتبت، وكتزيدوا عليه النص الاخر ديال الكويره، عاد كتضغطوا على الخليط باش ياخذ الشكل ديال المول. هنا كتضمنوا ان العود ما غاديش يخرج من التحت. وهنا غادي تصاوب البوب كيك. كيف ما قلت لكم البنات غادي نضيفوا عليه هنا الكوك، هنا ما غاديش نضيفوا الشكلاط، غادي نضيفوا غير نيسلي، لان نيسلي بن العجينه ما بغيناش نديروا الشكلاط، غادي نقضيو على ديك النكهه ديال نيسلي. غادي نزيدوا عليهم جوج معالق ديال نيسلي وغادي تخدمها مزيان حتى تعلق العجينه. كيف ما قلت لكم البنات هاد العجينه ما حبيتش تخدمها وهي كتعلق، وكيسهل انك تشكليها تضمني انها ما تفتتش من بعد.
من بعد ما تعلكات العجينة على هذا الشكل غادي نخرجوا منها كويرات هذه العجينة، غادي نقسموها على زوج، غادي ناخذوا بلاطو يكون مغلف بالسلوفان باش نحطوا فيه دوك الكويرات باش ما يلصقوش لينا، وغادي نقسموا هذه العجينة على زوج، وحده غادي نكوروها وغادي نغمسوها في الشوكولاته ابيض، وحده غادي نغمسوها في الشوكولاته ابيض اللي قلنا غادي نضيفوا عليه ملون غوز باش نتحصلوا على داك اللون الوردي اللي بغينا. وغادي ندخلوهم البنات المجمد، حتى الماغنوم غادي ندخلوه المجمد، غير هو الماغنوم غيحتاج منا مده كثيره. غادي نبداو بالبوب كيك هما الاولين دغيا كيبردوا فيهم غير كميه قليله. قبل ما ندخلوهم البنات المجمد غادي ناخذوا دوك المعلقات غادي نغمسوهم في الشوكولاتة الطيب ونورقوا عليهم في وسط دوك الكويرات، عاد ندخلوهم المجمد باش يبردوا. من بعد ما خرجناهم من الفريغو غادي نقسموهم على زوج، وحدين غادي نغطسوهم في الشوكولاتة ابيض، وحدين غادي نغطسوهم في الشوكولاتة اللي ضفنا ليه الملون غوز. باش نسهلوا علينا العملية كناخدو كيسان يكونوا غارقين كنشدو من المعلقة وكنغمروها كلها بالشوكولاتة وكنرجعوهم فوق البلاطو ونزينوهم بالحقيق من الفوق. وهادو الماغنوم من بعد ما جبدناهم من الفريغو شطو راسهم مزيان كيتحيدوا بكل سهولة. غادي نستفوهم فوق بلاطو مغلف بالسلوفان ونديرو نفس الطريقة ونحاولو نحطوهم لا هما لا الكويرات بلا ما نزعزعوهم باش يبقى المنظر ديالهم بغية. غادي نغطسوهم في الشكلاط وغادي نزينوهم بخطوط في الغوز والعقيق اللي وريتكم في الأول، ووحدين غادي نغطسوهم في الشكلاط غوز ونزينوهم بخطوط بالشكلاط أبيض ونرشوا عليهم العقيق. غادي نكملوا بحال هكا حتى نكملوهم كاملين، غادي نوريكم كيفاش كيجيو في الاخر. هنا البنات من بعد ما كملناهم كاملين وجمدوا غادي ناخذوا هذه المعلقه ديال العسل، تتجي ساهله وعمليه، كنغطسوها في الشوكولاط وكنديروا دوك الخطوط وكنرشوا عليهم بالعقيق، تيجي المنظر ديالهم الجميل والمذاق ديالهم لذيذ ورائع. جربوهم صدقوني غادي يعجبوكم، خصوصا الوليدات غادي يحماقوا عليهم وما كيطلبوش منا شي مجهود لي كتير ولا شي مقادير اللي هي كثيره، حاولوا غير ديروا الكيك ناقص شويه من الحلاوه باش يلاه يجيو هما هذوك مع الشوكولاته. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو على هذا الشكل، تيجيو لذادين وغزالين في المنظر، جربوهم غادي يعجبوكم. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، ما تنساونيش البنات من الدعم والاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. شكرا لكم على المشاهده، الى اللقاء.